إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نبقى وإياكم مع الأمسيات الدينية. أمسية الليلة يقدمها الزميل مسعد الجهري. الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب، وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب، وأنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب، هدى أولئك بفضله ورحمته، وأضل الآخرين بعدله وحكمته، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إلهي بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، مولاي إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، دنياي غرتني وحلمك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك، واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك، أتردني وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب، نور أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا، فبذكره يحلو الوجود فنرتقي، يا سعد من باسم الحبيب تزودا. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. وتالإيمان والإسلام، نحييكم من مسجد التوحيد الجديد بعزبة العسكر التابعة لقرية السعدية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، ونفتتح معكم هذا البيت العامر الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوة الإيمان والإسلام، وخير مستفتح دائما القرآن الكريم، فيا أمة القرآن إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو المحارب نزغة الشيطان، وهو البلاغة والفصاحة كلها، وهو الحضارة في علو مكانه. اقرأ كتاب الله وافهم حكمه، تدرك عطاء الله في إحسانه، فإنه يهدي إلى الخير العميم، وإنه أمن القلوب وراحة الأبدان. معا نستهل أمسيتنا هذه بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين
إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا ليقيم
ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
الحمد لله كلام الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق. هذا كتاب الله نور ساطع متلألئ كالكوكب البراق. هذا كتاب الله مصدر عزنا وبه سنشرق أروع الإشراق. هو نهجنا وفلاحنا وملاذنا وسعادة العشاق. هو للمريض علاجه وشفاؤه، هو رقية للمشتكي والراقي. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي هنا في مسجد التوحيد الجديد بعزبة العسكر التابعة لقرية السعدية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان والإسلام، وما أجمل أن نستمع إلى العلم والعلماء. نعيش الآن في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور يوسف عبد الغني كوان رئيس المساجد بأوقاف شربين بمحافظة الدقهلية. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأتوب إليك
توبة المنيبين المستغفرين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحليم الكريم، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقدوتنا وهادينا إلى طريق الحق محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، حب الوطن سبيل القوة، ويد الله مع الجماعة، فأعز شيء على الإنسان هو الدين، ثم بعد ذلك حب الوطن. ولا يتملك حب الوطن إلا في النفوس السوية، وهذا سائد مع سائر الكائنات، ومن شذ عن ذلك فالشاذ لا يقاس عليه. حب الوطن سبيل الوحدة وسبيل القوة وسبيل الاعتصام. لما؟ لأن حب الوطن فيه مرتع الطفولة ومهد الصبا وملجأ الكهولة ومنبع الذكريات، وفيه أمن وأمان للبنين والأحفاد، وهو مأوى الآباء والأجداد. من هنا كان الوطن له مكان في كل قلب مؤمن صادق مع الله رب العالمين، وليس هناك أدل على ذلك مما حدث مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فحينما كان يتعبد الليالي ذوات العدد في الغار ونزل عليه الوحي، ثم أخبر زوجه خديجة بما حدث، فأخذت بيده وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان يقرأ في كتب السابقين، ودار ما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ورقة بن نوفل. موضع الشاهد، قال له ورقة: يا محمد، ما من نبي بعث بمثل ما بعثت به إلا وأوذي إيذاء شديدا وأخرجه قومه. تدبر هذا القول جيدا، يا محمد، ما من نبي بعث بمثل ما بعثت به إلا وآذوه قومه وأخرجوه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق على إيذائه ولا على ما سيصيبه، وإنما علق: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. قال الإمام السهيلي في الروض الأنف: وفي ذلك دلالة على حب الأوطان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حب الوطن، فهو لم يبالي بالإيذاء، وإنما كل ما سيطر عليه أنه سيخرج من مكة لا محالة. أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لذا لما هاجر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والحديث كما في البخاري، دعا ربه قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة
كحبنا لمكة أو أشد. إذن هو الحنين للوطن، وهو المعرفة بقيمة الوطن. وليس ببعيد عنا ما حدث مع نبي الله يوسف عليه السلام حينما أصاب مصر ما أصابها من سنين للجد والقحط، طلب من ملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وعندها بدأ يوسف عليه السلام في إعداد الخطة المحكمة، والكل قد اجتمع من خلفه ونفذ ذلك تطبيقا عمليا على أرض الواقع من أجل النهوض بالوطن. قال ربنا على لسان يوسف: قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إن الوطن يظل له ركيزة وله معنى في نفس كل إنسان. الإنسان يمرض، وهذا بقضاء الله وقدره، ثم يتماثل للشفاء حينما يأخذ بالأسباب. إن من علامات وحدة الوطن وحب الوطن الدعوة إلى الوحدة وإلى التآلف وإلى التقارب. الكل يكون على قلب رجل واحد لله، ثم من أجل الوطن الذي تعيش فيه. ربما أشرفت على الموت لسبب أو لآخر، إلا أن هناك أجيال قادمة تحتاج إلى وطن يأويها، وتحتاج إلى أمن وأمان. لذا قال رب العزة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال ربنا مخاطبا نبيه: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. حينما يكون هناك الرجوع إلى الله تصحبنا معية الله، ويتأتى السداد في الرأي والقول، لأن الكل قد اجتمع على كلمة سواء لله، ثم حبا للوطن الذي يعيش فيه. قال ربنا مخاطبا نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن هذا العامل الرئيس وهو وحدة الصف في الرأي والقول والفعل أولى دعائم بناء الوطن، ولا يتأتى هذا الأمر إلا إذا اجتمع الكل لله. إن من معاني وحدة الوطن وحب الوطن وبناء الوطن بناء المساجد، ولم لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: المسجد بيت كل تقي.
يهرع إليه المسلم آناء الليل وأطراف النهار، إذا أصابه ما أصابه يلجأ إلى ربه، حاله ما بين قارئ للقرآن وما بين راكع وما بين ساجد. لذا ذكر الله تبارك وتعالى أن بناء المساجد وعمران المساجد من تمام الإيمان بالله واليوم الآخر. قال جل شأنه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا الزهور خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها فلن تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خلى المرء من علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور يوسف عبد الغني كوان، رئيس المساجد بأوقاف شربين بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن معكم هنا في مسجد التوحيد الجديد بعصبة العسكر التابعة لقرية السعدية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية. يا راجي الناس رب الناس موجود، فالجأ إليه فمنه الفضل والجود، واقصده دوما تجد في بابه فرجا، والخير في ساحه والعفو ممدود. هل تسأل الناس يا ذا العقل مرتجيا، وكل شيء إلى الرحمن مردود. يا راجي الخلق في خوف وفي أمل، لا يقصد الخلق والخلاق مقصود. لا تسأل العبد يا نومان مكرمة، من يبتغي الفضل عند العبد مصدود. باب الكريم لمن ناداه منفتح على الدوام، وباب الناس موصود. فارجع لمولاك في عسر وفي يسر، من يقصد الله في الحالين مسعود. مع الابتهال والدعاء والشيخ حسام الأجاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. ذكر فؤادك بالذي سواك، ذكر فؤادك بالذي سواك، وأنا Yeah.
وشأنه ستر بنا رحمك يا رب الورى. رحمك وانظر إلى الأكوان من فطر الورى وانظر إلى الأكوان من فطر الورى من دبر الأملاك من دبر الأملاك من قسم الأرزاق من قسم الأرزاق من قسم الأرزاق من عليائه وأضاء قلبك بالتقى وهداك هذا إله العرش جل جلاله هذا إله العرش جل جلاله هو فارق الإصباح في صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم روضة الهادي نبينا روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله عليه وسلم. بشرى لطيبة من عبير المصطفى بشرى لأرض الوحي بالمختار أرض المدينة أينعت أزهارها لما أتيت إليها بالأنوار من ذا يضاهي في البرية أحمدا في كل أرض الله والأمصار أنا ما مدحت بشطرتي خير الورى أنا قد مدحت بسيدي أشعاري صلى عليك الله يا نور الهدى وملائك الرحمن في الأذكار اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله بالابتهال والدعاء من المبتهل الشيخ حسام الأجاوي وصلنا إلى ختام هذه الأمسية نقلناها لحضراتكم من مسجد التوحيد الجديد بعزبة العسكر التابعة لقرية السعدية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية وذلك بمناسبة افتتاح هذا المسجد لكم تحيات الزميل محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية ولكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.